إليس ليمان. تعرف على بالك كل سنة. شو؟ شو؟ شو بك؟ هذا بخعة هذا. فينا نحطها جماعة الجاي هذا. لا شو؟ بخعة. ما بتعرفي إليس ليمان إيه. أوكي. ما إنه بخعة رح بلش. I'm bad with names. هلا تعرفت عليه بالباك ستيج. لا كيف لقيتي؟ يعني لو كان إلي هون إلي كان مفروض كثير كثير فتك تلاقينا يعني بس لأنه عرفت إنه عمره 25 سنة أو 24 سنة الشيء اللي بيفرحنا إنه كعربية إنه في عنا مواهب مثله بعمره وبرافو وصفت؟ سريعة سريعة ضبطتها Good save. أنا مبسوط في مواهب بطوله يعني هذا كل شيء أنا بفرحني. ما هي كنت عم تسأل ما عم تشوفك خلص أنا. شو عنا؟ رح بلش ببخعة هاي بخعة التمشيط بتعرفها؟ لا بخعة التمشيط رح نروح نشوفها لأنه مرشح يلا تمشيطة يعني بيعمل هيك بيقطع أو يعني وحدة من هول. أنت أي وحدة كنت تستعمل أكثر شيء؟ أنا طبعا الشعر بتعرف بصير دغري بظبطهم. حلو. رح نروح هلا نشوف أسرع مذيعة ناقضت حالها بالعالم بتاريخ لبنان والدول العربية والمريخ وكل هول القصص. خير. سريعة كثير كانت. وين أي محطة؟ ال بي سي. أوف. المغربة عبر سكايب. فاروق يعني السؤال اللي كل الناس عم تفهمه اليوم ما حدا فهم شو صار بموضوع قانون الإيجار. فاروق يعني السؤال اللي كل الناس عم تفهمه اليوم ما حدا فهم شو صار بموضوع قانون الإيجار. أو السؤال اللي كل الناس عم تسأله اليوم ما حدا سأل يعني. يا هاي هاي. كان رامي عياش على كروز نعم وكان عنده مهمه كثير صعبه سموه ايجنت 818 او شيء مثل 007 بس فيرسون عرب كان عنده مهمه سوبر صعبه بده يفوت على اوضه من تاكيد 818 ايه عن جد كان هيك اسمه بده يفوت على اوضه يسرق مجوهرات من حدا من المشاهير ليقدر يبيعها ويعطوا للفقراء يعني بقى ركب ريبورتاج انا قلت انه شو مهمه صعبه كثير لازم يعملها هو قلت انا نازل ابال على راسه الزلمه نازل رابال على راسه بده يحط هاتب على الازاز يكب سموك ليشوف الليزر يعني شيء كثير صعب شوي مثل او يستاجر اوضه حدا يفتح فتح ما كروز على برج خليفه مثلا يعني هالقد صعب هالقد كانت صعبه 100% رح نروح نشوف صعوبتها قديش ان شاء الله نستوعب قد كانت صعبه بهالفيديو لو كنت مزعوج ما كنت كثير منيح بشغلي دخول الغرف ما كان بالمهم السهل ابدا دخول الغرف ما كان بالمهم السهل ابدا لا هي قصده معنويا يعني ما كانت سهله انه كل سواح العالم عنده نفس المهمه الصعبه بس يفوتوا على الاوضه يعني بحط الكارت هيك انه ما زال معه الكارت يجرب هيك يفوت على القفل كذا يعني خطير علينا والله العظيم كل مره يقول لي هيدي الفيديو عن ريم قول له ما تقطعها هيدي الفيديو عن ريم قول له ما تقطعها بكل دانسينج وذ ذا ستارز ما خلينا نقطع ولا فيديو يلا ما في الحال يلا وسام لا انا صار بيسالني وسام بيير نحن متى بيخلص الموسم تشرين الثالث مفروض تشرين الثالث او الرابع كانون الثالث لا لا او تشرين الثالث او تشرين الرابع يعني مش بقاب الثاني اكيد لا لا ولا الثاني لا طب خلينا نشوف هذا الفيديو رقم 12 الكواكب من زمان كانوا يعدون ومسمينهم عدد 12 أوكي. نهار 3 او اليوم 13 او دائما شهر 13 شهر 13 شهر 13 او كل شيء له رقم 13 بكسر بركه 12 بايخ هذا شهر 13 شهر 13 لا منيح المعلومات ايه انا تعلمت جديد ما كنت مكتشفه صار لي 26 سنه عايش بشغل موظف بنك بيقبض 13 شهر عجبتك بايخ بتعرف بتعرف الاخبار من عندك نعم الاخبار من عندك ابطال عالم بالتنسيق بينسقوا مع بعض يعني اذا عندهم حلقه اليوم وحلقه بكره بينوعوا بالاخبار يعني بينوعوا بالاخبار بيكونوا كثير ضايقين باخبارهم خلينا نروح نشوف
من اكثر الفيديوهات ايضا متداوله بامريكا كان جانفي 2017 ألن يلي قررت تودع الرئيس الامريكي السابق عن ألن على طريقتها. فيديو احد اكثر من 18 مليون مشاهده على يوتيوب. ب 21 شهر اخذ 18 مليون مشاهده. معروفه بتأييدها لاوباما. هذا غير خبر. بشكل كثير كبير الفيديو اللي وجهت فيه تحيه ثاني نهار للرئيس الامريكي السابق ولزوجته، وصار جايب الفيديو بيومين اكثر من 11 مليون مشاهده على يوتيوب. يعني غير انه نفس الخبر، يعني قبل بنهار كان جايب 18، ايه؟ تاني نهار جايب 11، جايب 11 زاد. ايه في ناس قالوا لا عملوا اون واتش ما حضرته، ما بدي اشوفه ما حضرته. هلا هن ما عم بيفهموا مع بعض، ما عم يناسقوا على بعض. على الاو تي في في شخص ما عم بيفهم مع حدا من المتصلين، خلينا نروح نشوفه. اي خير اكسرسايز؟ مش هيدا اللي عم تعمله اللي قبله؟ اوكي هيدا انا وقت البيت هيدا؟ لا مش هيدا اللي قبله. هيك او هيك اللاتر هيدي اللاتر لا دي او ماي جاد هيدي الجاني مدام تعمل هيدي لا دي قبل لي نسيت شو اسم الحرف هيك ولا هيدي هيدي اوكي هلا رح نروح نشوف اكثر شخص بيعرف يتنكر بالعالم، يعني هيدا عن جد بطل العالم بالتنكر، يعني هيدا هو سبونسر لكل هالوين وبربارا بكل العالم. ديجيزمو يا لك ان عندنا عفش هو يا مؤاخذة جاني وبلغني ان انا اجي اشيله. هو مين؟ اخويا منصور؟ منصور هو فين منصور؟ عم تمزح ما عرفتني؟ وين راح إلي؟ ما عرفتني؟ إلي؟ وين راح إلي؟ لازم يخلص سيجمنت ما بيعمل إلي؟ روح هلا بجيبه روح إلي؟ صرنا من الخميس عندي لعبة بدنا نلعبها سوا يا عجبتك؟ إيه قطعت رح نروح هلا وين صرت؟ صرت هون رح نروح عند محمد قايس ونشوف ما بعرف إذا بنسميه فرخ شاب أو ما بعرف خلينا نروح نشوف هذا الفيديو معصبة من جوزك شغلك سوبر رائع دودو أربعة دودو أندر كفر هيدي بالرقصة شغلك سوبر رائع دودو شو بتبعت لها هيدي كنت عم شوف البايات تبعولا بقى قطعت لي اياها بالرقصه نعم ناخذ هالرقصه معك كيف؟ مش بس قطعت له هيدي الرقصه كمان تسمسمت عليها كثير يعني ما بعرف شو صار معها اكزاكتلي يمكن هيدا النهار كان بال بالشهر ايه ثلاث اربع ايام خلينا نروح نشوف هيدا الفيديو وشك مع وشك مع وشك مع وشك مع وشك لا مش معي ميشا مع وشك مع وشك هيدي شو وضعها هيك طلعة طلعة كتير كتير طلعة طلعتها طلعة طلعة نكسة عم طولي بالك من بعدها راح قدم على جمعية كفل للشباب دغري وين صرنا ايه اكيد احلام تعريف الفنين. اكيد عندها ايه اكيد عندها شيء 500 او 600 سياره رولز رويس يعني اكيد عندها منهم كثير انا اكيد لانه كثير فاميليير مع السياره ومع نوعها خلينا نروح نشوف رولز رويس معروفه يعني انا اليوم بسميك رولز رايز ارا بايدن شو طلع يعني الفخامه اللي في صوتك
روز رايس كانت جوعانة يمكن بدها روز رايس بدها روز ورايس كانت اني هلا هي يمكن كلمة انجليزية شوي صعبة عليها، اكيد ما بتعرف تحكي انجليزي قد عبده الحلو والكوهوست تبعه بالمورنينج شو بالاو تي في، هن اللي بيعلموا الانجليزي يعني عم يفتحوا هلا معهد. خلينا نروح نشوف الفيديو. بدون تعليق، أول صورة she got her good looks from her father. He a plastic surgeon. حلو. Money makes a difference. I am sorry. I don't speak in English. Good one. Bravo. أول نظرة لي. يلا بعطي شوي. أول برافو. بيير مش بس برافو برافو شغل كثير منيح. تحية لماريو. ثانكس. لا هلا بفكروا ماريو بيعملوا لحاله شو؟ والأكيد كلها اللي بيشتغلوا كمان بيساعدوا. صرنا شي 60 واحد يمكن. 60 واحد بيشتغلوا على رادار. بقى رح نروح هلا بتعرف بيير مش بس نحن عندنا اتيكيت بالام تي في، اتيكيت البرامج، اتيكيت المظاهرات، اتيكيت الدفن. نعم. يعني عندنا هول اتيكيتات بالنيو تي في كمان عندهم اتيكيت الاخبار. بلشوا جديد اتيكيت الاخبار. نعم. ما كنت عارف انه عندهم اياها، اكتشفناها من كم يوم. خلينا نروح نشوف اتيكيت الاخبار على نيو تي في. بات السنيه هيدا الاخبار من النظام الاكثري وهيدي اتيكيت الاخبار وما في حدا هلا كفيت الحلقه طلع مش بس عندهم اتيكات عندهم تعليقه كمان عندهم تعليقه خلينا نشوفها فلا تمديد ولا ستين لا بل صيغه ضامنه للجميع وسحب كل الغايه من نفس يعقوب هاي التعليقه علقت انا طيب كبسها لحالك طيب ذكية النكتة ماشي طيب رح نروح نشوف هلا كم مشهد من برا من ملاعب الفوتبول ونشوف كم شوطة مستحيل ينردوا كانوا ونشوف قد ايه ليفل حراس المرمى مرتفع ليفل عالي عندهم بال يلا Oh my God! هيدا بس عم بيرد براسه. هلا هيدا البطل هون. Oh wow! Seriously? Wow! حلو. فرجيتكم. فرجيتكم هول لقطات لقلكم انه بكل بساطه منهم احسن منا برا حراسنا كمان ها يعني اذا مش بيضاهوا اعلى ليفل منهم يعني وفي شوطات هون مستحيل كانوا ينردوا خلينا نشوف شوطه منهم صارت من كم يوم بملعب بماتش لبناني شو صار بالنسبه للفريقين هاي تغيير وتسديد بعيد المدى طز حرام عليك حرام عليك ما فيك نطرة ما فيك تلومه يا صعب كتير كانت بس ظلمته أنت بأول فيديوين قطعته إيه نعم خلص نعتذر رح روح على آخر فيديو هلا رح سمعكم صوت بدكم تقولوا لي شو هذا الصوت مع لكم بالنسبة لكم يلا صوت شو هذا معقول طبشة باب واس طبشة باب واس برق انفجار كذا برق يعني بيروح راسنا لهونيك رح نشوف رعد شو طلع وريح شو كمان شو طلع رح نروح نشوف شو طلع الصوت على المظبوط ثلج وبرق يا حياة هذا الجريدة جريدة؟ هذا عم يكبرها الجريدة هذا
هذا مبوب يعني دغري على الباب. لا شباب جريده. شباب جريده هذا صوت جريده. انا ضحكتني كثير ما بعرف ليش. لا نحن كمان ضحكتنا كثير يعني بس انه في فتره بنضحك فيها. بدك نكمل الضحكه؟ لا هلا كله بعد ضحكه لهي السنه. خلصت. هلا فين وقف خلصت. برافو فيري جود رانان. ثانك يو مان. ميرسي. هذا هو إلي سامين. ما تنسوا تتابعوا إلي سامين على السوشيال ميديا. ريم عرفنا انه رح يعينوك كسفيرة اليوم للأمم المتحدة بتونس يعني هلا انه عملت تو بي ون اوف ذا امباسادرز اوف يونايتد نيشن بتونس نعم بعد ما مسار هالتعيين بس مثل ما بتعرفوا بالعالم العربي كل شيء بياخذ وقت وان شاء الله اكيد نقول لك جود لك على هيدا الشيء ليب سينك ذا تشالنج شفناكي عم ترقصي بي دانسينج وذ ستارز بتحبي كمان تغني وترقصي بنفس الوقت؟ انه غني وارقص لا ما بحب لا طيب اذا 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 حطينا لك اغاني مثلا لبيونسي لشاكيرا لنانسي عجرم هلا تقبل التشالنج؟ بقبل التشالنج yeah. بتحبي التحدي او لا؟ ريم سعيدي بليب سينك تشالنج نحن من بعد البريك سمعت 774 اكيد من بعد البريك رح يكون في كمان فقرات عديده كمان في جيم رح نلعبها مع كل فريق العمل ما تروحوا لمحل حكي رح تواصلوا معنا على هاشتاج منا وجر بريك كثير قصير ودغري من بعد البريك